هو ده محمد عبد السلام. دي نفس الصورة، أنت جبت الصورة دي منين؟ جبتها من على اللابتوب في الإيفنت بتاعت المؤسسة. شفت؟ شفت إن نادر في حاجة كبيرة أوي مخبيها؟ يعني اللي أنت قابلتيه ده ما كانش محمد عبد السلام؟ أيوه. نادر كان جايبهولي مخصوص عشان يأكد لي إن هو ده محمد عبد السلام ويوهمني. طب ونادر هيعمل كده ليه؟ مش عارفة. هتجنن. مش عارفة ليه بيعمل معايا كده. مش عارفة ليه عايز يجنني وعايز يوهمني إن أنا خاينة. مش عارف. طيب انت ما تعرفيش محمد عبد السلام ده بيشتغل ايه؟ مش عارفه، بس بقول ممكن يبقى دكتور متصور مع دكاتره وبيقولوا له دكتور محمد عبد السلام، بما انه ما طلعش الا نادر جابه لنا، فوارد جدا يكون دكتور. انا متاكد ان احنا وصلنا الاول الخيط اللي وصلنا للحقيقه. على الاقل عرفنا ان نادر بيحاول يخبي حاجه، وحاجه كبيره قوي كمان. انت عارفه اول حاجه لازم نعملها ان احنا نلاقي محمد عبد السلام الحقيقي. The mobile phone you have called isn't available at the moment. Please try. يا نادين. أيوة يا نادر. أنا بيجي لي مسج غريبة قوي من نمرة معرفهاش. صور. صور لرؤية. أنا فكرت أكلمها بس بصراحة أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل. أنا كمان جات لي نفس الصورة يا نادين. ايه؟ يعني ايه؟ مين اللي بيبعت لنا الصور دي وعايز مننا ايه؟ انت بتساليني انا بجد؟ انت بتساليني انا؟ بتسالي الهانم اللي عايزه تعمل لنا فضيحه جديده كل يوم. دي تبقى مصيبه لو بابا كمان جات له الصور. بابا؟ يا نهار اسود. ده ممكن يجرى له حاجه. انا معرفش هو ممكن يعمل ايه لو شاف حاجه زي كده. هو مين اللي بيعمل كده؟ معرفش يا نادين، المهم بابا دلوقتي. انا هروح على البيت حالا، انت فين؟ انا كمان مروحه، انا خلاص داخله على البيت. نادين لازم تتأكدي إن الصور دي ما جاتلوش، ولو جاتله ما يشوفهاش، اتصرفي. بس بقى يا نادر خلاص ما توترنيش زيادة، أنا داخلة له أهو. ماشي أنا جاي وراكي، لو في أي جديد كلمني. The mobile phone you have called isn't available at the moment. Please try again later. إن الهاتف الذي طلبته غير متاح الآن، يمكنك الاتصال. أيوة سامي، في رقم عايزك تجيب لي بياناته. تأمرني يا باشا، بس دي تحديدا مش هعرف، الحاجات دي كلها مترقبة وتطير فيها رقاب. وبعدين لو الرقم بإيدك ممكن يكون مسروق أصلا يا باشا. أنا ماليش دعوة مسروق ولا مش مسروق، أنا عايز أعرف مين اللي استعمله ومكانه فين بالظبط. طيب هحاول بس ما أوعدكش. مفيش حاجة اسمها ما أوعدكش، هبعت لك الرقم وهتتصرف. سلام.